توجد عندنا في القرية عادة من العادات القديمة، وهي أنه يوجد في أحد الأماكن 3 قبور مع بعضها، وهذه القبور لم يعرف عنها أحد من مدة طويلة وموضوعة في هذا المكان. وللأسف أكثر الناس يعتقدون بأن هذه القبور قبور ناس أولياء، ولذا فقد اتخذوا عادات منهم. إذا أصيب الإنسان بمرض أو ضرر من الناس قال له بعض الناس: أحضر لك تمرا وخبزا واجمع عددا من الأشخاص إلى هذه القبور ووزع عليهم التمر والخبز، ويبدأون بالدعاء على القبر ويقولون: يا أهل القبر، إن هذه صدقة يقدمها فلان وعسى الله يشفيه، فهل هذا صحيح؟ نرجو الإفادة وتوجيه الناس، جزاكم الله خيرا. هذا شرك بالله عز وجل، الإتيان إلى القبور والاستغاثة بالموتى أو الدعاء عند القبور والصلاة عند القبور، هذه من وسائل الشرك. والصلاة عندها لله عز وجل ودعاء الله عندها هذا وسيلة إلى الشرك. أما دعاء المقبورين والاستغاثة بهم وطلب في مدد منهم شفاء المرضى، هذا شرك أكبر يخرج من الملة. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر أمته من فتنة القبور، فالواجب نحو القبور أن تصانع عن الامتهان، وأن لا يحصل من الأحياء أذى في حقها بالوطئ أو التطرق عليها أو إلقاء القاذورات عليها، وإنما تصان وتحفظ بسور يمنع تطرق من فوقها. هذا هو المشروع في القبور. وإذا كانت قبور مسلمين فإن المار بهم يسلم عليهم ويقول: السلام عليكم يا أهل القبور، أنتم سلفنا ونحن للأثر، أسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تحرمنا بعدهم، وفر لنا ولهم. فيدعو لنفسه ويدعو للموتى ويسلم عليهم. أما خير ذلك من اعتقاد البركة فيها وأن الدعاء والصدقة عندها ينفعان، فهذا من أمور الجاهلية، وهذا من أقرب وسائل الشرك وعبادة غير الله عز وجل. فالواجب إنكار هذا الشيء والابتعاد عنه. ومن أراد أن يتصدق أو أراد أن يدعو الله عز وجل فإنه يفعل ذلك عند غير القبور، يفعل ذلك في المساجد التي بنيت لذكر الله، أو يفعل ذلك في أي مكان غير القبور. أما القبور فإنها لا يدعى عندها ولا يصلى عندها ولا يتصدق عندها ولا يعتقد فيها. وحتى لو عرف أنها قبور أولياء، مع أن الجزم بالولاية لأحد لا يجوز إلا بدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن لو ثبت أن هذا قبر ولي فهو قبر ميت كغيره من الأموات، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ولا يملك إجابة من دعاه أو استغاث به، لأنه ميت. وحتى لو كان حيا هو من أولياء الله فإنه لا يطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل من شفاء المرضى وجلب النفع ودفع الضر، لأن هذا لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى، وإنما يطلب من الحي ما يقدر عليه من المساعدة التي يقدر عليها بالمال أو بالعمل أو غير ذلك. أما الميت فإنه لا يطلب منه شيء البت، لأنه عاجز عن كل شيء ولا قدرة له، لأنه ميت وانقطع عمله وواجه الآخرة وصار في عالم البرزخ وانقطع عن الدنيا، فلا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فكيف يملك لغيره؟ جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.